طيب المباحث موجودة. خلينا واحنا بنتكلم مع حضرتك نتابع على الخريطة هذه الولايات وآخر الأرقام اللي يعني حصل عليها كل من الطرفين في هذه الولايات المهمة. يعني حضرتك أشرت لي بنسلفانيا طبعا وكل أنظار بتتجه إليها على الخريطة، خريطة الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن إن احنا نشوف مع حضراتكم هذه الولايات المظللة باللون الرمادي، لأنه حتى اللحظة طبعا لم يتم الحسم فيها. هنشوف بنسلفانيا في البداية، وهي دي اللي بنقول انها قلبت الاوضاع في الفترة الاخيرة لما بايدن تقدم فيها، بس كمان التقدم طفيف جدا، 49.5% لبايدن، 49.3% لدونالد ترامب. بتأتي كمان ولاية جورجيا، وهي من الولايات اللي اصبح بايدن بيتقدم فيها، 49.4 لبايدن، 49.4 كمان لترامب. فرق الاصوات كمان قليل جدا بين الطرفين. وهنا خلونا نفتكر انه القائمين على اللجنه الانتخابيه في الولايه قالوا انه في ظل نسبه يعني فرق قليل بين الطرفين ممكن يعاد فرز الاصوات مره اخرى اذا كان ربما اقل من 1%. غير جورجيا وبنسلفانيا في كمان نيفادا، وهي ولايه ليها 6 اصوات في المجمع 6 اصوات. الانتخابي مظبوط، لكن كمان بيهتموا بيها جدا دلوقتي لانها ممكن انها تحسم الامور. كمان هنشوف بايدن متقدم على ترامب، 49.7 لبايدن، 48.1 لترامب. في كمان ولايتين مهمين، نورث كارولاينا واريزونا. نورث كارولاينا في الشرق ايضا دونالد ترامب يعني هو المتقدم فيها، 50% لترامب، 48.6 لبايدن. آخر حاجة هنشوفها مع حضراتكم على الخريطة هي أريزونا. أريزونا يعني فيها كلام شوية دكتور كريم، يعني في الأول كانوا قالوا إنها تتجه لجو بايدن، ثم تراجعوا وقالوا إنه لا، ترامب هو اللي بيحقق تقدم. آخر الأرقام معانا بتقول إن بايدن هو اللي متقدم وإنها تتجه ل يعني اللون الأزرق. أريزونا ليها 11 صوت في المجمع الانتخابي دكتور كريم، يعني هل الاهتمام أصبح الآن بنسلفانيا وجورجيا، لأن دول اللي كان متقدم فيهم دونالد ترامب وبعدين أصبحوا بيميلوا لبايدن، ولا ممكن كمان أريزونا تقلب الوضع؟ لا، أريزونا ما أعتقدش إنها تقلب الوضع، لأن هي فيها كذا وكان متقدم فيها بكذا و40 صوت أساسا، وممكن لو حصل إعادة تنظيم مرة أخرى تكون النتيجة اللي هو تأثير بعض الأصوات، ولكن ربما كما ذكرت حاليا إذا حصل بايدن على الأصوات في بنسلفانيا انتهى الموضوع تماما بالنسبة له، لا يهمه جميع الولايات الأخرى على الإطلاق، لأنه كده يحصل على فوق ال 270 صوت المطلوبين. وهذا هو حاليا ما يقدروش يتعاملوا في انتخابات اي ولايه من كان، انما عايز الولايات كلها عامله كذا و20,000 وكذا و30,000، فما تقدرش تطعن فيها بالكامل. هو ممكن الطعن حاليا في بعض القنوات في بعض او بالولايات الاخرى اللي هي العدد فيها قليل جدا، ممكن اعاده فائز فرز مره زي جورجيا مثلا. طيب